شيخ. نعم يا شيخ، حالة السجود في حالة الزحمة. اي كيف السجود يا شيخ؟ السجود اي نعم، اذا كان ما في مكان للسجود يضم نفسه شوي، يضم نفسه بعد ان كان يمتد ويفرج بين يديه يضم نفسه. اذا ما في مكان يا شيخ ذا الحرم، الحرم راح يكون ما يمكن حتى هذا. طيب اذا كان لا يمكن فقيل انه يسجد على ظهر من كان امامه، عرفت؟ وقيل انه يومي بالسجود جالسا وبالركوع قائما، وقيل ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويتابع. اما السجود على الظهر فقد وردت به اثار عن الصحابه رضي الله عنهم، ولكن هذا يحمل على قوم يعرفون الحكم الشرعي ولا ينكرون أن يسجد أحد على ظهوره. أما في وقتنا الحاضر فأعتقد أنك لو سجدت على ظهر إنسان لشوشت عليه كثيرا أو نفضك بقوة. ثم لو قلنا بهذا وجاء وصار فيه صف آخر ثالث يسجد على ظهر من؟ على ظهر صاحب، ثم يترادف الناس. وهذه وإن كانت الصورة غير ممكنة لكن نرى أن القول بالسجود على ظهر الإنسان في وقتنا الحاضر فيه تشويش. فإما أن نقول أو بالركوع، مع أن الركوع فيما يبدو لا يتعذر لأنه يمكن يركع ولو كان قريبا من صاحبه. وأما في السجود فاجلس وأومئ بالسجود جالسا، فهذا أحسن من كونك تنتظر حتى يقوم الناس فتفوتك المتابعة، وربما يكون الإمام في الركعة التي تلي ركعتك سريع القراءة، فإذا قرأ الفاتحة ربما يركع قبل أن تتم الفاتحة فيحصل تخلف كثير. فأقرب الأقوال عندي أن الإنسان إذا وصل للسجود جلس وأومى، والمسألة ليس فيها قول عن معصوم، لو كان فيها قول عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا على العين والرأس ونفعل ما قال. نعم.